الخل ولا سلسال ابن حرفة ابن كار ما بيكتم عن طمع المحك على الوجع ليش سكر ليش قلع فعل بابع واعترض بيّن على انه قبض 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 وهالخطابات النارية ومن تبعين القضية بخلاص وطنية والغرض ذات الغرض والمرض ذات المرض واللي بتشوفه غرض بيكون لسه ما قبض ما قبض خربانة بمديرية حلب. الشغلة صار بدها سفرة على حلب. تفضل يا زهرة. هاي الأوراق وهي ترجمته. شكرا. شكرا كثير. فينا نشرب قهوة؟ قهوة؟ طيب زهورات؟ أبو جميل يساوي لنا اثنين قهوة. لا أنا ما قصدي هون بالمديرية، برا. برا؟ شو سر هالسفرة المفاجئة لحلب؟ بعدين أنت مين إلك بحلب لتروح لهنيك؟ عندي شغل. شو هذا الشغل؟ بدي شوف فرعنا بحلب، بدي أتأكد من سير العمل بعيني. والله أنا هالسفرة كلها مو معبية راسي ولا خارطة مشطي. ليكون رايح تقضي كم يوم مع هاي تبع حرستها، وعلى قولة شو بحلب. لك كبري عقلك أميرة، شو حرستها ومسرابها؟ اخذني معك لك. لك لو بدي أخذك رايح الشغل عم قلي. ايه معلش بقعد بالأوتيل ما بزعجك. لك ما بيصير يا حبيبتي، الله يرضى عليكي، هذا شغل شغل. ماشي. ايه قومي جيبي لي جاكيت. يلا ليك يا ويلك يا ويلك يا سواد ليلك، دق لك ولاقي موبايلك مقفول، عم تسمعني؟ تكرم عيني، خلص راح افتحه، بس جيبي لي الجاكيت اللي تسر بسرعة. ماشي. مرتديلا، لك تعي.
شوفي ماما، شوفي ما اجا. دون توقف. تفضل. الله يسلم هالايدين. ديري بالك على البيت بغيابي. حاضر. واهم شيء مها ساريه قد ما فيك. اي ما بدي توصلي. شوفي حبيبتي، لا تعمدي البيت بغيابي جمعيه خيريه 30 ولد فايتين و30 ولد طالعين. حاضر. غيره؟ وبعدين انا كنت اخذتك معي بس خايف عليكي انه يعملوا انقلاب بغيابك ويشلحوكي رئاسه الجمعيه، مو صح؟ اي والله ما حسبتها. شفتي حبيبتي؟ لا تاخر علي حبيبي. يا حبيبي تعالي. استقلق. حطوا كمان جات مسدود تعالي شوف. ما تقفل الموبايلات. استني شوي لتخلص التقسيمة. طيب. هلا. لا تقفل الموبايلات. لا خلاص مفتح ولا يهمك. انت زيني. وانا كمان. يا حبيبي. يلا خاطري. هاي. الله معك. والله معه حق. كانوا عملوا علي انقلاب واخذوا الجمعية. اوعى تخليه يزعزع. تحلف على القرآن الكريم انك مالك المدير العام؟ ماني مدير عام. انت طاهر؟ الحمد لله طاهر. ابو اكرم طالع لي القرآن الكريم لعلك. ايه وهي القرآن شرف نشوف حيف. حط ايدك اليمين قول والله العظيم انه انا بذاتي مالي المدير العام. عم بقول لك ماني المدير العام، اقسم بالله ماني المدير العام. دقيقة. لك شبك؟ لك استنى شبك؟ شبك؟ استنى بدي اتاكد العمى بقلبك. هيك بالفعل ما هو المدير. لك شو قلتي؟ مجنون؟ فيك وشه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شو هاد؟ ما هو المدير العام. العمى على هالبلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. في حجز باسم أحمد عبد الحق. بالسوان. خلص الدوام ما بقى لحق اليوم. يلا بكرة. استعنا على الشارع. تفضل. شكرا. والله شو بطفوا لنا الشوفاج. لا أنت مصيف. صيف لحشم قرامي. بعدين هدول انت بيلعبوا مع بعض العراق وإيران طول عمرهم قاعدين. مو مهم، المهم منتخبنا يربح على اليابان. يابان مشيلك من يابان وخليكي بحلب انتي. هلا بيكون جوزك قاعد هو وياها قدام قلعة حلب واخر رواق. بلا غلاطة طارق. أنا مفكريني بالمباريات. أنا بعرفه لأبي. هلا بيكون قاعد عم يقول لها أنا حبيبتي حبيتك من أول شفت، من أول ما شفتك. بعدين أنا صرت مثل الطفل. خلص بقى طالع شو بدك تجننها لأمها؟ إيه أبوك ما بيعملها. لا بيعملها، بيعملها أنت على نياتك. هلا بيكون قاعد حاط لها فريز وعم طعميها فريز مع كريمه، مو مع دون كريمه، مع كريمه. لك بيكون عم يلحق شيء. الو احمد، مين هي اللي عم طعميها فريز مع الكريمه؟ صدقي طارق قال لي بالعلامه لابسه فوشيا. بالعلامه لابسه فوشيا. احمد ماما على ما مو شغال لشو حاطينه هلا بروزة. سلام سلام لك على الزلم وعلى الحرم لك. اهلا وسهلا. معيتك شفنا هي منين بتبدا؟ هي بتبدا من فوق. اسال عن الموظف كرمه شغلتك عنه. كرمه كرمه الله يكرمك حبيبي. تسلموا لي لا تواخذونا نزعنا لكم الجلسه. السلام عليكم. الله لا يوفقكم، لك الله لا يسامحكم، لك الله لا يسلم فيكم ولا عفوا، لك ان شاء الله تقاووا بيننا. الله الله يخرب بيتكم، لك تضربوا من بين المديريات. شبك يا اخي خير؟ لك يا اخي والله لكت، والله لكت، ست شهور طالعه نازله، طالعه نازله، مشان هالمعامله، على ادفعي ايصال، ادفعي مصاريف، ادفعي 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 ادفعي، ولكت وما معي 200 ليره اكمل هالمعامله، وعندي ايتام، والله عندي
معي، ما معنى كمل المعاملة ما معي. بسيطة والله قطعتي لي قلبي ما. طيب الله يرزقك، الله يطول بعمرك، يخلي لك اولادك الهي، الله يفتح عمرك. الله يخزيك. غرفة الأستاذ كرمو وين بلاقيها؟ شو خيو؟ غرفة الأستاذ كرمو. أستاذ كرمو؟ إيه. إيه. بتدخل من هذا الممر؟ ثالث غرفة عيدك الشمال. يسلموا. أهلين. هاتي أبشيني. صاروا 1400 ليرة فتحت حالي. يجذبوني يجذبوني. يا الله يخرب بيتكم، الله لا يسامحكم، الله لا يوفقكم. لك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شوف فيكم يوم. لك يا أخي إيش دعكي لك؟ لك إيش دعكي لك؟ انخرب بيتي. طالعة نازلة طالعة نازلة مشان هالمعاملة. وعندي أيتام والله ما معنى كمل بدون رسوم بدون مصاريف وأنا ما معي لا ليرة ما معي. الله يرزقك الله يطول لي عمرك الله يفتح عمرك اللهم صل على سيدنا محمد الله يسلمك هلا بقدر اكمل معاملتك الله يسلم ايديك يا الله يعطيك الف عافيه الله يسلم ايديك قولوا بالكم هذا مسؤول شرره ما بقدر يا حيو 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 يا أكل من صحة معاملة اكبر صحتها مثل الحصان خايف شبك تأكد من صحة المعاملة لك الله لا يوفقكم الله يخرب بيتكم الله لا يسامحكم ان شاء الله بشوف فيكم يوم لك تضربوا من بين المديريات حسبي الله شبكي شو صار معي لك يا اخي رح تكمل المعامله اتاري سفين 100 ليره ماليه بدون مصاري بالسام ما خلصت المعامله عجبك والله عم تقطعي لي قلبي 100 ليره والله يا اخي لازم 100 ليره الله يرزقك الله يفتح عليك الله يسلم ايديك الله يسمعكم الله يسلم ايديك الله يعطيك الف عافيه ابشروا ايه لا يهمك يا الله ايه كملونا ابشروا رحنا باعسى سامي عاد قلنا الشباب يوقفوا على المسلخ مش لك حبيبي حبيبي اتركوا مو شايفون ايه هذا الرجال تعطيك كل العشاء السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا ما تذكرتني لا والله ما تذكرتك ولا عرفتني ولا عرفتك مو حضرتك كنت بالشام انت ايه والله كنت بالشام شو عرفك لي معاملات هنيك انا بتابعها شايفك بالشام انا ايه والله كنت بالشام نقلوني على حمص على موطني الاصلي اسبوع ما كملته بحمص نقلوني لهون ليش ما بعرف هن بيحبوا الشنطه صراحه بس انا والله ما بحبها انت من حمص ايه والله من حمص العادي حمص العادي يورني ربك طالما صار في بيننا خبز وملح بمعيتك هذا الخبز وحكي قصدي استاذ كرمو بتعرفه ايه صديقي بمعيتك خلي مشي لنا المعامله لك كرمو والله ما في منه ليش يوقف لك اياها قال صحتها بدي شو لا توقيع بسيط هلا رح اخذك واطلع لعند كرمو بس يا ريت وصلت الشرطه عشان ما في مراجعه بس هذا مراجع لي اجوا البقدونسات يا بنات جهزوا حالكم على التبولة زرزقت القرنة كلها ما بقدونة هون مكتبه بعرف بعرف انطرني انت هون انا هلا بوقع لك اياها من عنده برجع دوري ماشي شو طالع لي بالسحبة انت ايش غيره الله لا يوفقكم الله يبليكم بدال حكي ومادة وحيطان تتبرطبوا على الاراضي ان شاء الله
تلبيتين. يسلم ايديك. تفضل يا اختي. الله يرزقك، الله يوفقك، الله يسلمك اياك ان شاء الله. جلسها ما بقى في شيء. ما في شيء شغله مو ظابطه معناتها. افرح هي المعامله خالصه. هلا مش شكلي عند الاستاذ رشيد اللي عندي على المكتب. على عيني، انت وين رايح؟ انا عندي شغله بقضيها وبرجع. الله يوفقك. موفق. يسلموك. حراميه الله لا يوفقكم. هذا خالت غرفتها والله والله زاغت عيني من الكتابة. دخليه حلو هالمسلسل اللي عم تنسخي؟ لك ماشي حاله مثل كل هالمسلسلات اللي عم تطلع. ايش يعني دخيلك هلا؟ وهذا خالت غرفتها وقالت سلام سلام لك على الموظف اللي مثلك. اهلا خيو مور، ايش بتريد؟ عفوا حضرتك الانسه رشيده؟ بالله ايش قالوا لك يعني انفي كبير؟ معلم المؤاخذه معناتها انت كمان مو رشيده لانه انفك مثل الشمشمه ما شاء الله. يا سطور بتلقطها على الطايره. طبعا سطور. طيب وين هي؟ مو هون الانسه رشيده؟ لا مو هون. وين؟ الحق على بيروت. اوف ليش نقلوها لهني؟ ولك لا راحت تضيق وتشقل تتعمل عملية تجميل لأنفها وتنفخ خدودها. قليلة قليلة كمان شو راح تنفخ؟ ايه تروحي نتف ان شاء الله صيع حالك. طب على المؤخرة ما في حدا بيحل محل يوقع لنا هالمعاملة؟ لا في القاسة وداد. وين بلاقيها كمان عم تنفخ وتشدي ولا هو؟ ولك لا القاسة وداد اتصلوا فيها من الذاتية من تحت راحت تأكلها صحن مامونية بالقيمة الحق لهونيك بتلاقيها. شو القصة؟ معقول نفخ وشد ومامونية وقيمة؟ عفوا حضرتك شو عم تعملي؟ ايش عم بعمل يعني؟ عم بطبع مسلسل على الكمبيوتر. ليش هيك متساعدة كل هالقد؟ لأنه الكاتب بده يا رمضان. ما شاء الله. طب المدير إذا دري إنك عم تطبعي مسلسلات هون ما بيعاقبك؟ الكاتب ابن عمه للمدير، بعدين الشغلة فيها 15,000 ورقة، كخا يعني؟ وأحسن مالي قاعدة؟ إيه طبعًا أحسن، أحسن 1000 مرة أحسن، بس المسلسل هذا شو هو؟ اجتماعي ولا رومانسي؟ الله يجيبك يا طولة البالها، تاريخي تاريخي. وعن أنو حقبة تاريخية بيحكي المسلسل؟ وبعدين معك؟ لك اتركنا خلصنا بقى خلينا نعرف نشتغلنا شغلة. هلا اذا خربطت بكلمه بغير التاريخ. لا دخيلك لا تخربط التاريخ. شو حدا من المؤخر؟ الو اهلين اميره، انا بحلب وسط حلب فرشت حلب. شلون عم بحكي؟ مش شبكه هي؟ هي لك هيك الشبكه بتساوي. هلا بعدين عندي شغل مالي فاضي. شغل شغل شو بيعرفني ها؟ الخطوط هيك. الله معك. هذا من المؤاخذة شو اسمها الأكلة؟ قلتي لي شو اسمها؟ مامونية بالقيمة. مامونية بالقيمة. وهجمت الخيول هجوما. المامونية بالقيمة خاصة والأنشة وداد ما لقيناها. الله يجيبك يا طولة البال، ما بدك تحل عني أنت اليوم؟ حاضر. قطع. عدم مؤاخذة لو سمحتوا الأنسة وداد وين منلاقيها؟ الأنسة وداد مو هون، روح دور عليها. وين بدور عليها؟ وين بدور عليها؟ روح عنا يا إهلكتنا. لا تكتروا ملح للطبخة مشان الضغط. معقول وصلنا لهون؟ شو هالتسيب الفوضى؟ والله شيء ما بيسدوا عاد. معقول؟ ايه لوين وصلنا؟ شو بدنا نعمل؟ استعنا على الشقة الله لنكمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله الست وداد وين بلاقيها؟ نعم خيو؟ الست وداد خيو؟ بدك ست وداد؟ ايه والله بدك تدور عليه. كتر خيرك شو خدومي. شو شامم انت شو شامم؟ شو بدنا نعمل؟ وبعدين
وشك على الطابق الثاني. سلام سلام لك على الزلم وعلى الحرم لك. خير خير، ايش بك هالطلع؟ يستر على عرضه. الست وداد وين لاقيها؟ وداد؟ ايه هي قدامك بشحمه ولحمه. الله يسامحك، انت هون انا عم دور عليك. إيه؟ ليش؟ خير، ايش بدك؟ لا توخزينا، بس وقعي لي هي. لازم توقعي لي شي 17 توقيع من كثر ما فتلت عليك انا. لا دمك خفيف. تسلمي. يسلمي. هي القصة. وهلا لوين؟ على المالية لعند الأستاذ مسعود. يسلموا، عجبناكي. أهلا. وصلوا حبيباتي وصلوا. شو وصلوا؟ رح اتعامل معك مثل ما بيتعاملوا مع مدمنين مخدرات. هالاسبوع رح اسمح لك ب 400 وحده، والاسبوع اللي بعده رح اسمح لك ب 200 وحده، بس بعدين ما بدي اسمع ولا وحده فاتت على موبايلك هيك ولا هيك. عم تفهم؟ استاذ انا طيب شو ساوي انا هلا؟ شو ساوي؟ ليه بدي اصرف البيت؟ اهلي روح اصرف. اهلين استاذ. اهلين، يا اهلا وسهلا فيك. كيفك يا مدام سعاد؟ كيف الشغل؟ كله ماشي حسب ارشاداتكم استاذ. كيف الاولاد؟ الحمد لله. هلا كانوا عم يحاكوني على التليفون. لا 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 لا، كانوا عم يحاكوني على الموبايل، قال بدهم فروج بروستد مشان يتغدوا. لا ايه بدهم فروج بروستد. ركض. سلام سلام لك على البورصة تمام لك. كويسة هاي بورصة؟ ايه بورصة، مو المالية. ايه طبعا مو المالية. معناتها بورصة. وحضرتك الأستاذ مسعود. يا عيني عليك، تقريك واحد حزيرة. على كيفك، قالوا لي معاملتي عنده. ايه مظبوط، اللي قال لك ما كذب عليك أبدا. إلا كان معيتك وقعنا يا رب. معيتك يا بو، بمعيتك 200. 200 شو؟ 200 ورا 200 شو؟ ورقة مشان شو؟ ضريبة دو؟ لا. بلدية؟ لا. محافظة؟ لا. مجهود حربي؟ هدول إكرامية روحي، إكرامية. إكرامية شو؟ لك الله أنت جد بدع تجذبها. أنا المدير العام بيقربني. يا أبو على وي ربك الوزير، مفهوم؟ معاول الوزير مفهوم؟ الميتين هدول إجرتين بيمشوا لك معاملتك. يعني والله اسمع مني ولا تورط حالك، عم أقول لك أنا من طرف المدير العام. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أبو، مديرك العام والله، إذا خلص راتي بعشرة شهر بيكمل لي يا شي. لا مديرك العام هاد بدفع لي فواتير الكهرباء والمي والتليفون ومصاريف الأولاد. لا مديرك العام هاد عم تحكي لي عليه بيأمن لي أول الشتوية كسوة الأولاد وحق المازوطات وبيجيب لي معونة على الستة. أيو لا يا أبو، معناتها بيض الفار روحي ودفع ال 200 وارجع لحبك. حقك يا ابو. شو عم يصير هلا يا ابو؟ وهي 200 ورا على راسي. وصلت الله، بيضت الفار. لك لك زيك تلموا. على فكرة معلاه انت يا على راسي. لا قسما بالله لسه مديرنا بيخرب بيتي. شو في كمان؟ ايش صاير؟ مشان المعنى التابع للمديرية، كل يوم بتصلوا فيني ألف مرة من وزارة بالشام. قصة وين وصلتوا بالمعمل؟ وحضرته ما صدق قيمة انصبت الأساسات وارتفعت حيطان المعمل حتى قلب صار دل للأعراس. لك الله يلعن هديك الساعة اللي عينوني فيها مشرف على المشروع. بس ما تقعد زي ياو فادي، عم تفهم انت على الكلام اللي لك؟ ما اختلفنا، بس الشغله زادت عن حده وصار ماري على وقت افتتاح المعمل اكثر من سنه ونص، وانا كل يوم بلاقي له الحجه شكل للتاخير. اشرب 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 شاي اشرب. يلا اعوذ بالله. صوتين افراح. شو عم يصير؟ سلام سلام لك على موظف التمملك. اهلا اهلا. يخلينا اياك شفنا اللي عندك. هات لشوف. شو طلع معك شيدنا؟ على مهلك. اول شيء المعامله مو عندي. لا
وثاني شيء يا مرحوم البي، المعاملة بدها تجديد. ليش بدها تجديد؟ شوف الورقة. ايه باقي لي 10 دقايق وتخلص صلاحيتها. ايه 10 ايام ناح شبهه ما على وقت جديدنا. لا ان الورقة توصل لعندي بدها اكثر من 10 دقايق وتخلص صلاحيتها. اللي وعليكم هذا انت؟ لا عطولها شبك طالع نازل طالع خير، ايش بدك؟ ما قلت لك بيطلع لك بالسحبة. اخر سؤال الله يوفقك. تفضل. الحمامات وين؟ نعم اخوي. الحمامات ابوي. ايوه الحمامات. كهنة بوجهك. هلا الحمامات بوجهي. الله يخلي لك هالمنطق. عن اذنك. الله وكيلك يا معلم نضال، مثل ما عم قل لك انا الجيران لما خبروني ما صدقت. تعال شوف بعينك، المي عايمه عوم. جلال لا تمزح. لك جلال شو عم تحكي انت؟ الصحيه مضروبه والبلاليع مصطومه وكياس شمينته عايمه بالمي. يعني معناتها كل شمينته انضرب وكل تعبنا راح على الارض. جلال انا بكرهك. لا يا معلم لا. ايه بعد معلم اخوي. ايش يا اخوي؟ الله يوفقك. ما في مي جوا؟ لا في مي. لك اخي اصلا ما في حنفيه ليكون في مي. انت قبشني 25 بجيب لك الحنفيه. اعوذ بالله. لك هي مو حمامات دوله؟ ايه حمامات دوله بس الحنفيه الي. ايه حقك. قديش بدي ابشر؟ 25. شرف. معوضين. والحنفية؟ ايه حنفية. تفضل. يسلموا. ميت سلامة. شرفكم. تتصدق اي قصة. هلا بوقتها بعدين كمل. ايه صيدا. استلبسته للمدير العام وهو عامل حاله بياع عرقسوس. واحد على شو هو لا هو مدام تكتلو. حبيت بس انه الشت وداد طبشت لنا التوقيع. ايه هنيك الحمد لله على السلامة. بدنا نخلص من وجهك. الله يسلمك. مانو حل قصدتي؟ لساتسة. معناتها لسه ما حميت ما؟ ايش هي؟ الاحداث. صايرين عم نمطبط نحن. وطبط نومتك حجي. وحدوك. سبعة وثلاثين. كم وحدة بدها؟ 200 وحدة. 200 وحدة. هلأ بصرك مسج. يلا عبالي شوفي. لا تقولي المدير العام متنكر. ها لك متنكر وعامل حاله مرة ختيارة كمان. قولي على مصيبة. يلا يا شباب. عبالي يا طير يا رايح خذ له سلام. السلام عليكم. وين أبوي؟ وين أبوي؟ لعند نائب المدير العام. ليكون محسب مكتب نائب المدير العام دكان سباني. بتفوت مثل ما بدك وتطلع مثل ما بدك. لا احم ولا دستور. ليش في قانون بيمنع الواحد يفوت لعند نائب المدير العام نوقع المعامله؟ بس نائب المدير العام عم يحضر اجتماع عامله المدير مع رؤساء الاقسام. بدهم يحطوا خطه جديده لسير المديريه. قصدك خطة لسرقة المديرية. شو عم تحكي؟ لك شو عم تحكي؟ لك شو هاد؟ لك شو عم بتمع؟ عم نمزح الله وكيلك. عم تمزح معي؟ هلا برجيك شو تمزح. وينو؟ يا رجال الأمن؟ يا أمن؟ لك حقوق؟ لك حرامي؟ حرامي يا أمن؟ سمعتي؟ طلاب الحرامية اللي بيسرقوا شنطة النسوان. ألف الحمد لله أنا من زمان بطلت عادل تأشير شنطاي. عم بقولوا متهجمين على مكتب المعاون المدير وضاربينه. عم تمزح؟ شايفينه داخل على مكتب المدير وبعيونه الشر. لا كيف على قعدته؟
قال سير لها ذهاباتها للمخلوقة. لك ديري بالك، ديري بالك يقطع لك الطوق اللي برقبتك. ها يلا شيله أحسن. يا لطيف يا لطيف، إذا حلب هيك شلون المحافظات التانية؟ الله شي بيقطع القلب. انت ما بقي لك شغل كمان. يلا يعطيك العافية. أهلا أستاذ. أعطيني 312. خير في شيء؟ لا ما في شيء أستاذ. جهز لي حساب امبارح واليوم وبكره مشان احاسبك. الحساب خالص مدفوع. مين دفعه؟ والله في مرة شخص ترك لك هذا الزرق أستاذ. طالما انت بمهمة لخدمة البلد فإقامتك على حسابنا يا دكتور أحمد. يسلم. أنا أستاذ. بدأنا هلأ. أنا بحكم شغلتي كمهندس بلاحظ انه فعلا اغلب الاليات اللي عندي يعني اغلبها صيني. هلا بتلاحظي من عند الكساره، الجباله، الدمبر. هلا الدمبر انت بجوز ما بتعرفي شو هو، عباره عن هيك مربع سمول سكوير على عمق تريانجل يعني بشكل مثلث بيحمل تراب كله صيني. كل الاليات اللي عندي صيني، يعني فعلا الصين الشعبيه غزت العالم بالتكنولوجي. انا فعلا مندهش. هلا مع ذلك شوفي احيانا شوفي هالليمونه، تعالي لك الحديث مباشره، رح نلفها هيك، مثل ما بتجي اجت باتجاهك بدك تحكي لي قصه حياتك هلا. يعني انا بدي افهم ليش ابوك بيكره جوز امي؟ هلأ. انا شو دخلني بهي القصه مثلا؟ رجعتيها مثلا. جوز بابا بيكره عمو، جوز ابي بيكره جوز امك لانه يعني ما بيكره قبله ولا شخصه، هو بيكره تصرفاته. عرفتي؟ أنا شو خصني بهاي القصة؟ يعني أنت طارق تفكر إنه كل هالمصاري اللي هي عنا ما بعرف شو مصدرها. بس شو مصدرها يعني؟ شو ممكن يكون مصدرها؟ شو رشاوي استغلال لفلان ولعلتان؟ إيه معلش دانا، هلا صحيح جوز أمك منحط بس المفروض تحترميه لأنه بضل بمقام زوج ماما المحترم مع كل المحيطات. بتعرف طارق؟ يا خاينين يا كلاب، عم تطلع بدوني؟ ايه عم نطلع بدوني. شو عم تاكلوا؟ كلي تربي. لك يا كلبي نقزتينا. حرامي. حلوة ما؟ تعرف طالب؟ حلوة ما تقبل. أنا كثير بحزك على أبوك وبحبك لأنك طالع. لك وأنا بحبك لأنك بتحبيني لأني طالع مثل أبي. حلوة ما؟ بنعمل مشوار بهال. أخذت رجلك والله. لا والله ما بتوقع عم بيكتب. تعال. ايه حمودي كيفك حبيبي؟ لا هلا بدينا بدك تنام؟ تصبح على خير. باي 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 باي. أنا فايتة نام. بدك تنامي؟ بلا يلا قومي. صح على خير. أنت بخير. شو؟ بدي نام. صح على خير. الأستاذ سهرة مولع ممكن من عندك. مساء الخير. تصبحي على خير. صحيح له بده ينام. هذا الجانب كثير مهم في برنامج الخبرة. انبسطنا كثير بهاي الدورة، تعرفنا على أهمية. انبسطت. الحمد لله ما في أحلى من البسط بالعالم.
أنا بستاهل كل شيء عم يصير معي. لك أنا شو سويت بطارق؟ لك هو ما قصر معي بشيء وأنا غشيته. لك مو بس لحاله، غشيته إله لأبوه ولأمي ولكل اللي حوالي. الله لا يعطيني العافية. يا شرطة يا ناس يا عالم يا هو لفينكم؟ طول بالك شو في؟ لك المشروع اللي عم بشتغل فيه لك هبه فكوات ما بتجي البنايات لك كلياتها صارت تمر. طول بالك شو عملت؟ لك ولي لك شو عم بيجي عم خسني المية بإيديك. هو هذا الألبوم أحلى من هذاك الألبوم. أيوة. طيبين. ألو ألو. معك أنا. شلون؟ شو عم تحكي أنت؟ عن جد عم تحكي؟ طيب ماشي 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 مع السلامة. نسيت شيء أنا؟ هاي الموبايل وهاي البلوتوث كله تمام، هويتي معي. نعم عن المصيبة، الله يجيرني من هالمصيبة. نسيت أهم شيء. ان شاء الله خير. رايحه اجيب تليفوني. روحي يا ربي. قلبي قامضني قلبي قامضني. طولي بالك يا طولي بالك. ايه طارق وينها؟ لا 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 ماشي. طيب مع السلامه. الله معك. لك شو قال لك؟ شو صاير؟ ماما ما في شيء. هيك شفتي طمنا عنه. لك شو ما في شيء؟ ما عم تقولي غير ايه لا ماشي. هذا واحد ناطور عندهم بالمشروع واقع واخذوه اسعاف وراح يشوف شو قصته. مالي مصدقتك ماما. ما في شيء مثل ما قلت لك. كنت عم اشرب شاي يا سيدنا وفجأة ما شفت لها غير القسم الفوقاني من المبنى وقع على الأرض ودغري اتصلت فيكم. يا منير وطي صوتك عالي. طيب يا سيد طارق. نعم. في حدا تاني مسؤول معك عن المشروع؟ الحقيقة أنا المهندس الوحيد المسؤول عن هذا المشروع، بس الصراحة أنا عندي إحساس بالكارثة الحقيقية لأنه مشروع أنا مسؤول عنه عم ينهار بوضح الليل صراحة. وضح الليل. يا مساعد كميل. نعم سيدي.
خذ لي منير خلي عندك يا ابني. أيوة. سيدي انا بدخلني الله وكيلك ما دخلني انا بجرد ناطور يا سيدي والله العظيم صار مش على الله. هي احساس بالكارثه. كارثه طيب نشوف هلا. ما بعرف ليش مالي قدران اصدق قصه الناطور انه اخذ له اسعاف مثل ما عم تقولي. بعدين طارق ليش ما عم يرد على موبايله؟ ماما هدي هدي شوي، انت محمله الموضوع اكثر ما بيستاهل. بعدين اللي قال لي يا طارق قلت لك يا انت وطارق مخبيين عني شيء. راح اتصل بابوك. اوعك. ليش؟ شفتي؟ معناتها احساسي مزبوط، في شيء مخبينه عني وخايفين احكي لابوكم. ما في شيء يعني، بس هلا مو معقوله تتصلي فيه بهيك وقت وهو بمحافظه ثانيه مشان شغله فاضيه. يعني ما بعرف شو بدي لك سيادة النقيب، انا صدقا ما بعرف شيء عن الموضوع، مثلي مثلك صدقني. يا سيد طارق نحن مضطرين نستضيفك لحتى نتبين الاسباب الحقيقيه للانهيار. يعني بدكم توقفوني انت ومنير كمان؟ ما بكفي منير لحاله مثلا، يعني انا اكيد ما بكفي، يعني لازم توقف. بس انا يا سيادة النقيب انا ابن المدير العام احمد عبد الحق واختي بتكون القاضيه مها عبد الحق. كتير حلو هيك، ما زال أبوك مدير عام وأختك قاضية، فمعناتها بتفهم بالإجراءات القانونية؟ طبعاً بفهم بالإجراءات القانونية، وحقيقة الإجراءات القانونية هي طبعاً مزبوط.